بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعنا على ما يرضيك، وحل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا من المتحابين فيك، والطف بنا وبالمسلمين وأوطان المسلمين وبلاد المسلمين وبيوت المسلمين. الطف بهم جميعا لطفا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل المولى عز وجل أن يكون معنا برحمته وعفوه ومغفرته ولطفه وتأييده. أسأله تبارك وتعالى الرحمة لشهداء الأمة، لشهداء البلد، لشهداء سوريا وغيرها من دول المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يتغمد شهداءهم وأمواتهم برحمته، وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأسأله عز وجل أن يشفي مرضاهم ويعافي مبتلاهم، أن يشفي جرحاهم، وأن يعافي مريضهم، كما أسأله تبارك وتعالى أن يفك معتقلهم، وأن يطلق أسيرهم، وأن يلطف بهم لطفا عظيما جليلا كبيرا، فهم في محنة والله أعلم بها. إخوتي الأحبة، نحن في هذه الأيام نعيش ظروفا صعبة، ونعيش أحوالا عسيرة وشديدة. نحن بحاجة إلى رجوع صادق إلى الله عز وجل، وإلى توبة من كل ذنب. فرب عاص يرجع شؤم معصيته إلى نفسه وإلى أهل بيته وإلى من حوله، بل وإلى بلدته جميعا. ولا عجب، فقد رجع شؤم معصية رجل بني إسرائيل في زمن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام على بني إسرائيل كلهم، فلم يمطروا من أجل معصيته التي كانت المشي بين الناس بالنميمة، كانت الغيبة بين الناس، كانت نقل الكلام، فمنع الله عنهم المطر لأجل هذه المعصية. فكم للمعصية من شؤم، وكم لها من أثر سلبي، وكم لها من تبعات، وما يلحقها مما يرجع أذاه وضرره إلى الناس جميعا. لذلك يجب علينا جميعا، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، أن نتوب في كل لحظة، أن نتوب في كل ساعة، أن نحاسب أنفسنا، حتى لا تؤخذ أمتنا ولا يؤذى أحد فينا بسبب معصية هذا العاصي، والعياذ بالله. ثم نحن أيضا في هذه الأجواء المظلمة التي هي ظلمات فعلا بعضها فوق بعض، ناتجة عن الظلم الحاصل في الأمة. فالظلم كما قال نبي الإنسانية صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. فالأمة اليوم تعيش في ظلم الناس وظلمات الظلم، يعيشون في الظلمات المدلهمة الحالكة المحيرة التي تحولت إلى شتات وحيرة، وتركت الحليم حيران في وسط هذه الفتن الكبيرة العظيمة. لذلك تعاليم الإسلام واضحة لكل عاقل، وما أجدر العقلاء اليوم أن يعلموا دينهم وأن يسألوا عنه، وأن لا ينطلقوا بعصبية أو حمية جاهلية
وهم يظنون أنهم ينصرون دين الله، وإذا بهم يقتلون عباد الله ويهدمون بنيان الله ويفسدون في أرض الله. كثيرا ما نسمع ونرى ونجد من هذا القبيل من يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم الأضلون أعمالا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما أشد ندم من يظن أنه يعمل الخير وإذا به يسبح في ضلال ويغرق في ظلمات وتحيط به لعنات الله عز وجل. لماذا؟ لأنه جاهل يتخبط في جهله وجريء في حدود الله وملك الله وبين عباد الله، يضرب هكذا وهكذا ضربا يظلم به الناس ويؤذي به كل أولياء الله عز وجل. إخوتي الأحبة، لا يجوز لمسلم ولا لعاقل أن يظلم أو يقتل أو يعتدي أو يضر أو يؤذي أو يتجاوز حدوده، هذا أمر محرم. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم، سواء كان المعنى يرجع إلى تحريم قتل الإنسان نفسه أو يرجع إلى أن المسلمين كلهم عبارة عن جسد واحد، فإذا اعتدى عضو على عضو آخر فهو يقتل نفسه، فالمعنيان قد ورد النهي عنهما. لا يجوز للإنسان أن يعتدي على نفسه فيؤذيها، ولا يجوز له أيضا أن يعتدي على أخيه. وقد صور القرآن الكريم أن الإنسان عندما يغتاب أخاه الإنسان إنما يأكل لحم الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام صور في الحديث الشريف أن المسلمين جميعا إنما هم جسد واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإياكم أيها الإخوة، ثم إياكم أن يتجرأ أحد على ظلم أخيه ولو كان هذا الأخ عاصيا، ولو كان منحرفا، ولو كان فاسدا. واعلموا علم اليقين أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليقتل الناس، ولم يبعث ليقتل الكفار، إنما بعث ليهدي الناس ويزيل كفر الكافرين. فإذا أزال كفرهم رجعوا إلى فطرهم، رجعوا إلى إنسانيتهم، رجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. وهذه رحمة الله بعباده ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت مجسدة للعالمين جميعا بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنما هو رحمة مهداة ونعمة مسداة، بحيث هو حريص على الناس جميعا حتى على الكافر، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه عنتكم ومشقتكم وتعبكم وأذاكم والضرر الواقع بكم، يعز عليه ويصعب ويتألم حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الشهيد حيا في قبره فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أكمل حياة برزخية في روضته الشريفة. فلا يجوز أن يؤذي المسلم أخاه المسلم، ولا يجوز أن يعين على قتله إطلاقا، فالإنسان بنيان الله. فأي ظالم وأي جريء وأي محارب لله إذا كان يهدم بنيان الله؟ لذلك بين عليه الصلاة والسلام أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله.
فالذي يعتدي ويتجرأ إنما هو جاهل بدين الله، يحتاج إلى تعليم، فينبغي أن يعلم وأن يقف عند حدود الله عز وجل. وعلى هذا قد يتجرأ البعض على تكفير المسلم ومن ثم على قتله، وعلى إصدار الحكم على أمر ومن ثم على الاعتداء عليه. من أنت حتى تصدر الأحكام أيها المسلم؟ لقد كان الصحابة إذا عرض عليهم أمر تقاذفوه ورماه بعضهم إلى بعض حتى لا يحمل إثم هذه الفتوى ومسؤولية هذا الحكم. وكان يجتمع أهل بدر وغيرهم من أفاضل الصحابة لأجل مسألة ليدرسوها وينظروا فيها. فلا يجوز لإنسان عرف آية أو حديثا أو سمع كلمة أو فتوى يأتي اليوم في زمن الفتن ليصدر الحكم على تكفير هذا وإباحة دم هذا وهدر حياة هذا. إنها الجرأة البالغة التي تجعل القاتل في النار قبل أن يذهب المقتول في النار، لأنك قاتل ظالم، وأما المقتول فأنت اجتهدت في إصدار الحكم عليه، وقد تكون أنت مخطئا، بل في الغالب تكون مخطئا ولا حق لك في الاجتهاد، فلست من أهل الاجتهاد ولا أهل الفتوى. لذلك لا يجوز إطلاقا بحال من الأحوال ما يقع في أوساط المسلمين اليوم من جرأة الفتوى وجرأة القتل وجرأة هدر الدماء وإزهاق الأرواح. إخوتي الأحبة، كما إنه يجب علينا في هذه الأيام وفي هذه الغمة وفي هذه المصائب المتتالية أن نحقق فينا معنى الوحدة الإسلامية ومعنى التكافل الاجتماعي والإسلامي وحتى التكافل الإنساني، لأن الإنسان لا يمكن أن يرى إنسانا جائعا ويتركه جائعا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين عظم هذه المسؤولية فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. الذي يبيت شبعان لا يسأل عن جاره، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وجاره المؤمن، إنما قال وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم، حتى لو كان غير مؤمن، طالما لا يؤذيك ولا يحاربك ولا ينشر الكفر ولا يسعى لهدم الإسلام وقيمه، فأنت محاسب عليه إن مات جوعا، بل أنت محاسب على الحيوان، والحيوان أقل رتبة من الكافر، لأن الكافر قد يسلم بعد ساعة فيكون من أهل الجنة إذا رأى حسن معاملتك، وإذا رأى تحققك في دينك وإسلامك، وإذا رأى رحمتك، فأنت تجذبه إلى الدين. أما الحيوان فهو سيكون ترابا يوم القيامة، وليس كحال الإنسان الذي سيدخل الجنة. والله عز وجل قد قال: ولقد كرمنا بني آدم. وإذا نظرنا إلى بني آدم نجد أن الله لم يقل ولقد كرمنا المسلم أو المؤمن، إنما أعطى القاعدة العامة في كرامة الإنسان، وثبت لبني آدم وللإنسان حقوقه قبل أن تنشأ جمعيات حقوق الإنسان. ولقد كرمنا، كرمنا، الفعل بالتضعيف ليشير إلى عظيم الكرامة، كرمنا، ونا بنون العظمة إشارة إلى أن المتكلم هو أعظم من يتكلم وهو الله جل جلاله. كرمنا بني آدم على العموم دون استثناء، كرمنا بني آدم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإسراع، الإسراع إلى تحقيق التكافل، فإنما تظهر أخلاق الأمم في الأزمات، في الكوارث، في المدلهمات، في المصائب، تظهر الأخلاق الحقيقية، يظهر الحب والتعاطف والرحمة، يظهر التعاون، يظهر الإحسان، وإن الله كتب الإحسان على كل شيء. فليعطف الغني على الفقير، وليحسن من عنده فضل مال أو طعام أو لباس
أو وقود أو ما إلى ذلك على من ليس عنده ذلك، فإن الحسنة في هذه الأوقات تضاعف مئات وآلاف الأضعاف لما لها من الوقع العظيم والخير الجسيم والأثر الكريم. فلا تحقرن أيها المسلم ولو لقمة من عيش أو خبز، لقمة من أرز أو قطعة من خبز، لا تحتقرها. اتق النار ولو بشق تمرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتذكر قصة حكاها بعض العارفين رحمهم الله أنه حصلت في سوريا قبل عقود من الزمن مجاعة، وأن أحد البيوت جاع أولاده حتى إنه لم يجد ما يطعمهم يوما ويومين، فذهب يبحث عن طعام فلم يجد إلا لحم ميتة، فقطع من لحم الميتة وهو يرى أنه قد أحلت له وأبيحت الميتة له ولعياله لأنهم سيموتون جوعا، وجاء بهذا اللحم إلى بيته وأوقد النار وبدأ يشوي لهم ولم يخبرهم عن طبيعة اللحم لأنهم في حالة من الجوع يرثى لها. وإذا بأولاد الجيران شموا الرائحة وجاءوا يلعبون وجاءوا ينتظرون الشواء ليطعمهم جارهم، لكنه كان يطعم أولاده الجياع وهو يعلم أن جيرانه غير جياع، لم ير فيهم ألم الجوع في صبيانهم فلم يكن يطعمهم، إلى أن أكل الأولاد وسدوا رمقهم، لكن أولاد الجيران أخبروا أهليهم فجاءوا معاتبين وقد شموا رائحة الشواء، فقالوا يا جارنا هكذا الجيران، هكذا الرحمة، هكذا الإنسانية، تشوي وتطعم عيالك وأولادنا ينظرون إلى أولادك؟ فقال هذا اللحم حلال لنا حرام عليكم. قالوا كيف ذلك؟ قال نعم. هل جاع أولادكم؟ قالوا لا، الحمد لله، عندنا في البيت من المؤونة ما يكفيهم. قال نحن وصلنا الجوع ولم نجد من يحسن إلينا ولا من يطعمنا، وجاع أولادنا منذ يومين أو ثلاثة، فذهبت وجئت لهم بلحم ميتة، هل تدرون أن هذا اللحم نجس وأنه لحم ميتة؟ فصعق الجيران بهذا الخبر، لم يذل نفسه ولم يسألهم ولم يبحث عن الطعام بين الجيران، إنما بحث بعيدا. فلما علموا ذلك دخلوا إلى بيوتهم وأخرجوا ما يمكن إخراجه وأعطوه وهم في حرقة وألم، كيف وصل جارنا إلى هذه الدرجة من الجوع حتى أحلت له الميتة ونحن لا ندري عن جوع جارنا؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. كما أنه يجب أيها الإخوة ألا يبخل كل ذي تخصص بتخصصه، الطبيب وصاحب السيارة وصاحب المال وصاحب الجاه والقوي ببدنه والذي يقدر أن يساعد الأرامل والمساكين واليتامى والمحتاجين والجرحى والمعذبين، يستطيع أن يساعدهم بما يستطيع، يجب أن يجود، يجب أن يعطي، يجب أن ينفق طمعا في مرضات الله. اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن وافق أهله فذاك، وإن لم يوافق أهله فأنت له أهل. اعلم أيها الأخ المسلم، أيها الأخ الإنسان، أن صناعة المعروف تقي مصارع السوء. أنت عندما تصنع المعروف تجعل وقاية بين السوء وبينك وبين السوء وبين أهلك، فلا تبخل ولا تتقاعس ولا تهرب من مواجهة الشدائد لحلها والقضاء عليها، فنحن أحوج ما نكون اليوم إلى هذه الأمور العظيمة الجليلة في آثارها، وربما تكون الصغيرة والبسيطة في شكلها وحجمها. إخوتي الكرام، إخوتي الأحباب، أمورنا صعبة وأحوالنا شديدة، ليس لنا إلا أن نتوجه إلى الله عز وجل ليلا ونهارا سرا وعلانية، نسأله أن يكشف عن الأمة هذه الغمة وأن يزيل عنها هذه الكروب المتلاحقة وأن يلطف بها برجالها ونسائها وأطفالها
وكبارها وصغارها وجميع فئاتها بجرحاها ومرضاها بمعتقليها ومعذبيها، نسأله تبارك وتعالى أن يشملهم بلطفه وأن يشملهم بعنايته وأن يشملهم بعفوه ورحمته وأن يفرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل، إنه سبحانه وتعالى هو خير مسؤول وهو الكريم الوهاب وهو الجواد الذي لا يبخل الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، نسأله عز وجل أن يرحمنا وإياكم والمسلمين رحمة عامة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أطفال عم بتموت ونساء في الشوارع تصرخ وبأعلى صوت، مين اللي فيكم سامع؟ مين اللي فيكم سامع؟ Oh, yeah.